تعلم طريقة عمل التسريحة الكلاسيكية للصغار. تحياتي لكم جميعا أصدقائي، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة. بنحاول نمشط الشعر أول شيء إلى الخلف بهذا الشكل هيك. حاول تحط بلسم مع المي ومشط لورا. بنجيب رقم 6 المنويل لفوق بماكينة واهل ماجيك. نبلش من هاي النقطة من هون. طبعا هاي عملية تخفيف الشعر. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا أنت عم تشوف هذا الفيديو لأول مرة لتتلقى كل شيء جديد في عالم الفن والحلاق. نتابع عملية تخفيف الشعر. شوفوا لوين عم بطلع أنا. انتبهوا معي. بتمنى تشوفوا هذا الفيديو للأخير لتستفيد. طبعا نحن عم نشتغل على الشعر الأشقر، فما في مشكلة إذا أنت عندك شعر أسود، ما في مشكلة، أنت خد الطريقة الصحيحة لحتى ما يضل معك أي خط بالشعر. نتابع من وراء المنويل لفوق. دائما بحط المشط قدام الماكينة لحتى ما تطلع. القياس اللي بدي اياه وانا بحط المشط عليه. وشوفوا معي كيف. نتابع من جهة تانية كمان. هلا اصدقائي بنحاول مشط الشعر لورا. راح بلش عملية القص. بدي طبق الشعر من الاطراف. شوفوا معي بهذا الشكل هيك. بسحب لورا، شايفين، لحتى اعطي تدريج بهذا القسم. مشط لورا بهذا الشكل هيك. شوفوا معي، بنتابع عملية القص. ونتابع كمان شو عنا شعر زايد بنحاول نشيله لحتى ما يضل مثل الخط. طبعا هاي مو عملية نهائية، هاي عملية بدائية لسه. نمشط كمان بالمي، نرجع شعر لورا. شوفوا معي شو عندي شعر زايد بحاول شيله. نمشط كمان. هلا رح استشور الشعر لحتى اخذ القالب اللي انا بدي اياه ورح اشتغل عليه. عملية سشوار بدائية. بنجيب رقم 1 هلا المنويل الى الاسفل. نفتح اول طبقة. طبعا هاي طبقة الاساس مهمة جدا. ننظف منيح، يعني انت ما فيك تشتغل مباشرة بهذا المشط قبل ما تعطي عملية تخفيف للشعر. لازم تعطي تخفيف لحتى يبين معك الاساس. نشيل الشعر من هون. طبعا هاي التسريحة بدون عملية تحديد. من ورا كمان. زبون على الجهة هاي عنده مثل شوي شعر أبيض فاتح. حاولت أدمج هاي الطبقة هون لحتى ما يبين. ندرج من ورا. منويل لقدام. تابع العملية. شايفين معي هون هاي الطبقة اللي قلت لكم عنها. راح احاول شوي ادمجها اكتر لحتى ما يبين الشعر الابيض والفضوات الموجودة. طبعا بهاي التسريحة مانك بحاجة انك تحدد. هون كمان زفيف شوي، بروح عكس اتجاه الشعرة. هلا بنجيب رقم 2 منويل لتحت. نفتح الطبقة الثانية. نتابع من ورا كمان. هلا الرقم 1.5 منويل لتحت على هذا الحرف.
صدقوني إذا بتمشوا بنفس الخطوات رح تاخذوا نفس النتيجة. نركز على الحرف هذا منويل على النص تقريبا، نتابع عملية الدمج منويل لقدام آخر شي. لا تنسوا تشتركوا بقناتنا الثانية، راح تشوفوا رابط القناة أسفل هذا الفيديو. طبعا بعد هذا الرقم راح استعمل الرقم 1 لأنه أنا بلشت بالأساس بالرقم 1، هذا هو منويل لتحت. لحتى أخذ النتيجة اللي أنا بدي إياها، يعني هي العملية نظرية، وين في خط حاول دمجه. شوفوا معي بلش التدريج يتطبق. إذا عندي شوي كمان هون بحاول شيله. طبعا هذا الشعر مقسم إلى لونين، فاتح وغامق، يعني لما انت بتدرج شايفين معي بيطلع الشعر تحت غامق، فلازم تعرف كيف بدك تتصرف مع نوعية هذا الشعر. نقدم شوية المنويل لقدام. هلا نبلش عملية المشط وماكينة باناسونيك لحتى ندمج هذا الحرف، اكيد ما راح نخليه هيك. نبلش عملية الدمج ما بين الطبقة الفوقانية والطبقة التحتانية. طبعا يفضل اول شيء يكون بالمشط والماكينة، بعدين فيك تستعمل المقص والمشط. هاي المنطقة حساسة، حاول تلقط انفاسك لما انت تشتغل بالمشط والماكينة لانه الغلطة بكفرة. نتابع، شايفين كيف عم يطلع الشعر اللي جوا برتقالي بني غامق هو، فلازم تعرف انه انت عم تشتغل بشكل صحيح ولكن الشعر هذا لونين هو. نحاول ندرج هون، يعني هذا الشعر بيخدعك، تحس انه لسه في خط ولكن انت بتكون مشتغل بشكل صحيح 100%، فلا تشك بحالك، الموضوع سهل هو. شوفوا معي من هون يبين انه الشعر 100%. هلا رح نقص على الناشف الشعر الزائد من فوق، نحن قصينا الاطراف، هلا الشعر رح يبين معي. شوفوا معي الشعر الزائد هذا هو، انا بحب قصه، يعني بحب قص الشعر على الناشف مشان شوف وين في عندي شعر زايد بيطلع مباشرة. انتبهوا معي، الغرة دائما تكون طويلة والشعر اللي بيجي خلف الغرة لازم يكون أقصر. شايفين معي هون، نتابع، هذا هو الشعر المقصوص، أنا بقص هون على أقصر. مشيت لورا هيك، شو عندي شعر من هاي السماكة بحاول شيله، يعني هون الأطراف لازم تشيل أكتر، يعني شد منيح وقص من ورا كمان. نتابع، شايفين كيف عم قص الشعر، اذا عندي طعجات او شي بيبين معك مباشرة. هذا الشعر الزائد بحاول شيله، ما بخليه لانه راح يبين مثل طبقة. قصر شوي الغرة، نمشط لورا. هلا طبعا هلا رح يجي دور المقص والمشط من الأطراف. شوفي عندي زوايد رح أحاول شيلهم بالمقص والمشط بهذا الشكل،
برأس المقص. نتابع العملية. شايفين معي أصدقائي؟ يعني بعد ما استعملنا المشط والماكينة رجعنا للمقص والمشط. هلأ رح نحاول نجيب رقم النص المنويل لقدام، نعطي شوية تدريج هون خفيف، ما رح نحدد مثل ما قلنا لكم، من وراء خلف الأذنين. كمان هلا رح نسشور الشعر، رح نحط الواكس، رح نورجيكم كيف طلعت التسريحة معنا. طبعا بهاي النوع من التسريحات حاول لا تضغط ايدك على الشعر لما انت تحط الواكس، انتبهوا معي. اول شي نمشط الشعر هيك، ناخد القالب اللي بدنا اياه ونحنا، بعدين نبلش من الأطراف نحط واكس شوي شوي، يعني يكون ناعم على الشعر. هون فيك تكبس قد ما بدك من الأطراف، من فوق شوي شوي لحتى ما تروح هاي البومبي اللي نحن عملناها بالسشوار، لحتى يضل الشعر منفوش. لهون أصدقائي بتكون حلقتنا خلصت لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. لا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لحتى أني كمان يستفيدوا. بنشوفكم بحلقات جديدة، أخوكم جورج توما، سلام.